راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات. مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصوات الولايات، والتي خصصناها حول الأثار الاقتصادية السالبة بسبب قرار منع استخدام العربات البوكو بمدينة الفاشر بولاية الشمال دارفور. استضفنا كل من سماسرة وتجار ومستخدمي العربات ومواطني الولاية، استضفنا كل من مرشد محمد بكر منجي رئيس لجنة سماسرة العربات، ومالك محمد تاجر بوكو، ومحمد عيسى إبراهيم سائق مواصلات عربات البوكو، ولمياء إبراهيم النور مستخدمة عربة البوكو، والمواطن آدم محمد آدم. في البداية مرحب بك مرشد محمد أبكر رئيس لجنة سماسرة العربات غير مقننة. والله نحن ما عندنا مشكلة، مشكلتنا بس الأول والأخير إنه القرار ده جاء في زمن ما زمن يعني، وجاء في وقت حرج جدا جدا، في زمن يعني البلد كله بتمر بصعاب وبتمر بمشاكل وبتمر حاجات كتير جدا جدا، ونحن كفيها شباب وما عندنا دخل غير البوكو. أقل واحد فينا بيمتلك عربيتين ثلاثة عربات خيمته ما أقل من 6-7 مليار. بنسأل الحل شنو؟ نحن ضد الظواهر السالبة، وديد إنه البوكو ده لو بيمثل خطر للولاية نحن ضده، لكن نحن دارين الحل. هل يوجد حل في يد الحكومة أو في يدنا نحن عشان نعمله؟ صعب، لأنه زول كله رأس ماله كابيه في الشغل بتاع البوكو ده، ما ممكن تبين الليل وضحاها تجي تلقى أنت مالك دخل أصل رحم منك، هتسوي شنو؟ احنا عاشمنا في الحكومه وعاشمنا في امينه مانت الحكومه وعاشمنا في السيد مني والحاكم والوالي وكل الناس، انه نجي نقعد في الواتا عشان نشوف الحلول شنو، لكن ما في طريقه انه احنا نستسلم بالبساطه كده ومالنا احنا نكبه. يعني في جزء كتير من الشباب بيقولوا يا اخي احنا مفكرين في الزراعه، يعني احنا في دعابه بتاعت ونس وفي حزان، نقول له تزرع وين؟ والله لا تزرع في راس الوادي بتاعك، لانه الولايه كله ما هو الشكل العام ظاهر، وحاجه ما بتودي الناس لقدام بصراحه. وانا بناشد السيد الحاكم لانه هو الكلام اطلع منه، يعني جانا في السوق المركزي وقعد وفتر معانا وقال لنا في شغلكم شغل جميل وانا بعيد الشغل ده، وان شاء الله هقوم بفتح لكم تجاره حدود، والشباب كله مشتغل، والشيء ده مسجل لايف موجود في تليفونات كل الشباب. ونرجع تاني بنلقى انه كلامه ده مشى يعني حباب منصور سعيد. نتمنى تدخل السيد الحاكم لانه هو حرم المجموع وهو الناهي والعامر في المسائل، وودي انه يخاطب المركزيه ويخاطب الجهات العليا يشوف لنا حلول للشغل بتاعه البوك. لكن الظلم ما هو جميل في حق اي مواطن سوداني ايا كان منطقته او سكنه. مرشد محمد أبكر رئيس لجنة سماسرة العربات غير مقنن البوكو، ومرحب بك مالك محمد أحد تجار عربات البوكو. وبصفة عامة على المتأثرين من القرار الناتج من قبل الحكومة، ومطالب الناس واضحة لدى الجميع، حتى بوادر هذه القرار وسلبياتها ظهرت على معاش الناس بصفة عامة في مدينة الفاشر. كل الفئات اتضررت من هذه المسألة، ونحن كتجمع الشباب والتجمع بتاع المستفيدين بصفة عامة للبوكو بنرسل رسائلنا بطريقة سلمية بعيدا عن الهتافات السياسية والإثنية، نحن بعيدين كل البعد من ذلك، ومطالبنا كانت واضحة. نطلب من الحكومة أو اللجنة تقنين سيارات أو لوحات مؤقتة أو زي ما قال حلول يرضي المجتمع ولا يؤثر في معيشة الناس ويؤثر في سلبياتهم. لذلك خرجت هذه المجموعات وهي تطالب بمطالبات مشروعة، وكما نعلم الولاية شهدت قبل بضع أيام الوقفة، فكانت في الوقفة الأولى رسلنا رسالة للحكومة وقام بخياب الوالي وسلمنا الخطاب لأمانة الحكومة، وحتى الآن لم تظهر أي رد، ونحن مترقبين. نحن كما وعدنا جميع المجتمع بأن مسيراتنا هتكون متالية إلى أن نصل إلى الهدف المنشود أو القرار الذي يرضي الجميع ولا يتسبب في أي أذية
مادية كانت أو نفسية أو اقتصادية بالنسبة للولاية. ونحن كشباب حمنا هذه الوطن وهذه الولاية، وأن نرفع شأنها وأن ننسى وندع ذلك الذكريات السيئة، كون الناس معيشتها دنكة والناس خلباء لقمة العيش وكذا. فهدفنا كله زي ما قال بدور في الحياة الاجتماعية والمعيشية بالنسبة للناس. شكرا مالك تاجر عربات الغير مقننة، ومرحب بك محمد عيسى سائق مواصلات عربات البوكو. أنا كان عندي عربية بوكو كما يسموها في المدينة، والواحد كان يعني هي تعتبر مصدر دخلي بالنسبة له ولأسرته الممتدة. أنا بفتكر إنه القرار ده شوية جاير، والقرار ده أثر في كثير من النواحي. يعني أنا كنت بشتغل بها خطوط مواصلات، حتى بطلع بها مناطق برا في قولو شجرة في مشاوير بتوفر لي دخل. الآن العربية هي متوقفة، أنا متوقف عن العمل، ربما الأسرة ذاتها تتأثر. فنحن يعني بنسأل ليه القرار ده كده؟ الناس حقه تحاول تسعى تلقى لنا حل، إن كان جمارك أو تقنين لهذه المركبات، حتى يعني مستوى السوق الناس اتضررت في زحمة في المواصلات. رجعنا تاني نحن الناس بتطارد في المواصلات. نحن ما ضد القرارات اللي بتنظم العمل، لكن أنا أفتكر إنه القرار الخاص بحظر العربات البوكو هو قرار غير موفق، ونحن نطلب من الجهات المعنية إن تراعي لظروفنا الاقتصادية. نحن متأثرين بالحرب، خارجين من حرب، أغلبنا ناس يعني نازحين في معسكرات، فنتمنى إنه يكون في حل جذري لمشكلة العربات. ونقول لحكومة الولاية لمتى يعني يكون إنه القرار ده ساري، يعني بدون إنه في ضوء أخضر أو ضوء آخر النفق إنه يا أخوانا حل لمشكلتكم. فدي رسالتنا. شكرا محمد عيسى سائق عربات البوكو، ومرحب بك المواطنة لمية إبراهيم مستخدمة عربات البوكو بمدينة الفاش. والله في قرار إيقاف عربات البوكو، أنا كزولة شغالة في مؤسسة ما عندها تراحيل للموظفين، أنا كبيت كل قروشي في إني أشتري عربية، وبصدد قرار إنه إيقاف تم إيقاف عربات البوكو لأسباب. طيب أنا بستخدم العربية كترحيل خاص من المؤسسة لبيتي، وبرضو لأحوال تانية لأنه بساعد به، عندي زول عيانة برفع أحيانا بوديها المستشفى، بنمش به للأسرة، يعني حاجات زي كده بتحصل. فيلا أنا في قرار إصدار في إصدار قرار إيقاف البوكو. العربية القاعدة دي أنا يعني بحتاج لها، فأنا بتمنى من الحكومة تشوف حل جذري لحكاية العربات، لأنه بجد يعني محتاجين ترحيل، ما ممكن يعني مواصلات، يعني أحيانا في حتات يعني بعيدة جدا، المواصلات بتجيف بعيدة جدا عنها، وفي عندنا ناس ذوي احتياجات خاصة، كبار سن، ناس يعني بتجيهم حالة مرض، يعني أسباب التانية ممكن الزول يستخدم فيها العربية. فحاليا العربات موقفة يعني مقرشة عندي، ما بقدر بعمل بها حاجة. أنا من البيت بمش مسافة علشان أركب المواصلات، بعديها تاني أمش مسافة عشان أوصل المؤسسة اللي أنا شغالة فيهم. أنا العربية بستخدمها لرفاهيتي، فأنا بتمنى من حكومة الولاية تلقى لنا حل يعني لموضوع الإيقاف ده. فكل القروش يعني المشكلة إنه كل القروش كده يعني استرينا به عربية، يعني حوشنا كتير علشان شنو؟ إنه نجيب عربية إنه نريح به نفسنا من حكاية المشاوير، زحمة العربات. يعني بيحصل مواقف جدا انه انت بتحتاج لعربيه او تحتاج لتوصيله، في حين انه عربيتك موجوده والبنزين موجود، بس انت ما بتقدر تطلع علشان انه في قرار صادر. وفي نفس الوقت انك يعني في ناس كثيره نواياها حسنه، يعني بجد يعني في ناس ما نواياها انها يعني تخريب او اجرام او حي بالشكل ده. ف كثير من السيدات الآن يعني بيعانوا جدا من حكاية إيقاف العربات الغير مقننة، فبتمنى من حكومة الولاية تلقى لنا حل بأسرع ما يمكن، يعني كأنه يعني تشوف لحكاية المرأة بالذات إنه في ترحيلة الخاص، يعني الصراحة وبجد في مؤسسات ما عندها تراحيل بتضطر إنها تلقى لها ترحيل تمز به أو حي بشكل ده. فأنا من مريض خاص اشتريت عربية، ويعني الأسباب
شكرا لميا إبراهيم، ومرحب بالمواطن آدم محمد آدم مستخدم عربات البوكو في المواصلات. أنا اليوم أريد أن أتحدث عن الآثار السالبة التي نتجت عن إيقاف التجارة والعمل بالمركبات غير المجننة أو البوكو كما يسمونه. وأنا كان واحد من الشباب الذين توقفت مصالحهم بعد إصدار هذا القرار من حكومة ولاية شمال دارفور. وأنا شايف أنه يعني معظم الشباب الولاية في الولاية هنا يعني لجوا إلى الحصول على قوت يومهم من العمل في هذه المركبات الغير مجننة أو البوكو. لا يعني ما كل بل يعني حتى في بعضهم يعني اعتبروهم هم كل خلاص يعني الحاجة اللي بتعيشن وبتعيش انه بيساعد انه يجابه ضغوط هذا الاقتصاد والحياة الاقتصادية الصعبة. وبهذا القرار يعني القرار الذي طلع بإيقاف العمل والتجارة في هذه المركبات يعني أدى إلى تشريد وتجريد معظم الشباب من مصدر دخلهم الأوحد وهو الوحيد. أيضا تضررت حركة النقل والمواصلات. ونحن يعني كشباب أو كواحد من الشباب نتحدث بلسان الشباب، بسبب هذا القرار يعني أصبحنا دائمي التواصل مع مواقع شرب القهوة والشاي. يعني الواحد بقى بيقضي يعني معظم وقته في مكان شرب الجبنة والشاي لشنو؟ يعني عدم توفر فرص العمل. يعني أنت اليوم كل ما بتمار تكون عندك حاجة بتعمله، فبالتالي يعني بتمشي وين؟ بتمشي أكيد محل يعني أنت ملبيه زمنك ده، بتمشي مكان اللهو. يعني بقينا لله يعني أصبحنا عطالة بدرجة معترف بها عالميا. يعني كنا زمان إحنا الواحد مما يصحى بيجي يعني يشوف يشتغل بعربيته. كشباب واحد ممكن يشتغل بعربيته أو تمشي تشوف لك مكان المعارض توقف عربيتك. المهم الحاجة اللي وقعت لك نص نهاية اليوم بتشيلها في جيبك ترجع بها، بيساعد بها أسرتك وبتساعد بقى أهلك وبتساعد بقى نفسك إنك يعني توفر متطلباتك بتاعت الحياة اليومية. لكن بعد اليومين ده إحنا والله يا أخي راسنا انقطع، بقينا ما بعرف في ما عارفين نمشي وين. فكده يعني خلاص أو بقينا الواحد حتى ذهنه مشغل. أنت بتصحى من الصباح ما عارف تعمل شنو، لا عندك عمل، لا تجارة في السوق، عندك رأس مال عشان تتاجر في السوق، ولا كمان موظف عشان تمشي محل شغلك، تمشي مؤسسك عشان تشتغل، عندك مرتب نهاية الشهر بتقدر. يعني مصالحنا بصراحة اتعطلت، بقينا عطالة. ودي حاجة يعني آثارها بتكون في آثار سالبة مترتب عليها ويعني غير حميدة. أنا ما داير يعني. شكرا المواطن آدم محمد آدم. وفي الختام نشكر مستمعي ومستمعات راديو دبنجة على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم أصوات الولايات.